الكترونيك. طيب السؤال اللي ساله عن السيكونس، هلا لو انا عندي محرك وبدي امشي فيه مثلا كلوك وايز فرضا، طبعا بدك تتاكد انا ما بعرفش كلوك وايز او كاونتر كلوك وايز حسب هذا المحرك، راح اجي هي المحرك اللي عندي هون، خليني افترض نفس هذا المحرك اخذه اللي هو فور فيزز يوني بولر يوني فايل، فعندي هدول، فما فيش عندي ما عندي خيار غير اني احط 5 فولت، اي من 5 فولت احطهم هون اذا بدي اعمل فول ستيبنج، فراح نيجي على هدول الكويلز اللي موجوده هون، وراح يكون عندي هون خليني افترض انه عندي موسفيتس، ماشي موسفيتس فرضا، بلس 5 فولتس، هو كسويتش وهذا مشبوك بالزيرو تبع الفايف فولتس، يعني اذا بدك عشان توضح لي هون هي هيك ما اللي بدك اياه حطه، بدك تحط اي جي بي تي، بدك تحط هذا، ليش بنحب الموسفيت؟ ليش بنفضل الموسفيت على في دروب فولتج عالي؟ سهل الكنترول فيه سهل جدا، بس بدك تحط هو فولتج، الموسفيت او الفيت ديفايسز هم ايش؟ فولتج كنترول فولتج دريفن ديفايسز، الجنكشن ترانزستورز البي جي تي هو كارنت دريفن ديفايس، ولذلك اصعب التحكم بالبي جي تي لانه كارنت دريفن ديفايس، مرات بدي اضطر اعمل 2 او 3 ستيجز حتى اجيب الامبليفيكيشن اللي انا بدي اياه، ما بسحب مني كارنت عالي، اسهل اني اتحكم بالموسفيت، فممكن من البيك تاخذ يو ال ان درايفر، اذا استعملتوا اليو ال ان درايفر مثلا واعملهم انترفيس وادخلهم مباشره هون بفولتج عالي او فولتج واطي على الفيتس، فاتحكم بالدائره اللي موجوده هون. هلا راح يصير عندي هون راح اشغل هدول هون، راح يطلع عندك انت من البيك 4 سيجنالز، مش عندكم بورت مثلا ايش سميتوا البورت البي؟ فعندي بي 0 بنسميه بي 1 بي 2 مش هيك؟ ماشي، افرض انت اجيت اخذت لحد بي 3 وهذول اخذتهم السيجنالز عملت لهم انترفيس على درايفرز مثلا وبعدين اخذناهم عملناهم انترفيسينج اوكي. هلا هذا ايش السيكونس راح يبين معنا هون يا احمد؟ راح يبين معك مثلا 1000 مش هيك؟ بعد شوي شو راح بعديها مباشره ايش راح يبين؟ 0 1 0 0. انت الواحد عمالها بتتحرك هاي فول ستيبنج ايش يا عفوا؟ بالفول ستيبنج فول ستيبنج لو فول ستيبنج اوكي؟ هذا السيكونس راح يبين معك الزمن عم بيمشي هيك والزمن بين البلس والبلس هذا هو كابيتال تي مثلا انت سميته اوكي؟ هلا لما تكون هذه زيرو راح يطفي الموسفيت اللي بقابلها ولما تكون 1 ايش راح يعمل الموسفيت؟ شو يعني يشتغل؟ ايش يعني موسفيت يشتغل؟ يمرر كارنت بيكون كوندكتنج كسويتش بيكون مسكر فكانه هذا اذا بتفكر فيه كسويتش هو مش ميكانيكال سويتش بس كسويتش بفكر فيه زي كذا فلما يسكر هذا ايش راح يصير عندي؟ راح يمر 5 فولت وهذول ايش راح يكونوا؟ طبعا هذا اندكتر بده زمن معين حتى الكرنت يعمل بيلدينج اب فيه وينزل مزبوط؟ ليش اندكتر؟ لانه هو اذا فتحت المحرك راح الاقي هو ملفوف له شويه ريزيستنس يعني بنكون دقيقين هذا له شويه ريزيستنس تبع السلك وله اندكتنس فبده زمن معين حتى يعمل بيلد اب وزمن ولذلك هذا اللي بحدد السرعه تبعت ال فانت بتصير بدك تشغل هلا انت هاف ستيبنج شو بتصير تعمل؟ 1 1 بتصير تعمل مثلا بدال 1 بتصير 1 1 0 0 بعدين 1 1 1 بعدين بتطفي هذا بصير 0 1 0 0 بعدين 0 1 1 0 بعدين 0 0 1 0 وهكذا اوكي الكل فاهم ليش هذا هاف ستيبنج؟ لانه مرات بيشتغل عندي واحد بعديها بيشتغل اثنين متجاورين طبعا لازم يكونوا متجاورين وبدك تعرف مين هم الاسلاك المتجاوره افرض اعطيتك رميت لك ستيبر موتور وفي 5 اسلاك مش معروفين ما تقدر تشتغل شو بدك تعمل؟ تجرب بدك تجرب او بدك تبدا تجيب الالوان وتشوف مين هم المتجاورين ما بينفعش اضرب اي سي بي اي بتصير بصير المحرك يتحرك بشكل عشوائي لازم اضرب السيكونس الصحيح اي بي سي دي اي بي سي دي او دي سي بي اي اذا ما عرفت بدك تفتش الاسلاك تطلعهم تطلع الترتيب الصحيح ولذلك اذا انت شابك الاسلاك بشكل غلط مش راح يلف معك المحرك راح يصير يعمل الاشياء بس راح تكون مش حركه صحيحه لانه لما تضرب وانت بلس راح يتحرك من مكان لمكان في له مكان اللي بعطيني المينيمم ريلاكتنس متذكرين المينيمم ريلاكتنس هذا راح يتحرك للمكان اللي بعطيه مينيمم ريلاكتنس ايش ليش قلت ريلاكتنس مش ريزيستنس لاني بحكي عن ايش ماجنتيك سيركت بنحكي عن ماجنتيك سيركت اوكي اذا هذا هون بعمل الفول ستيبنج هاف ستيبنج هلا هون سال محمود سؤال جيد قال لو بدي اعمل طب مايكرو ستيبنج هون شو بدي اعمل بدي اعمل بلس موديليشن على كل واحد من الكويلز هدول بحيث انه الكويل لا بيكون فولي اون ولا بيكون فولي اوف بس ما بيكون بالاكتف اذا كان بي جي تي ما بيكون بالاكتف ريجن
شو بيصير؟ بيصير يعمل switching on off بسرعة عالية جدا بحيث انه يمرر current. يعني فكرة البلس ويث موديليشن، لو انا عندي نفترض عندي هون بي جي تي وشغلت البي جي تي على كويل باي بولر جنكشن ترانزستور وهون عندي بلس 5 فولت، اذا هذا كان فولي اون ايش بكون الفولتج اللي جاي على هذا الكويل؟ 5 فولت. اذا كان فولي اوف، وهون احنا بنحتاج على فكره اظن بنحتاج دايود فري ويرينج دايود عشان الكرنت اللي بيكون في الاندكتر. ولما يكون هذا فولي اوف شو بكون الفولتج على هذا؟ زيرو. هلا شو راح اصير اعمل انا؟ راح اصير خلال فتره، نفترض هذا الزمن هو عباره عن 1 ملي سكند. 1 ملي سكند احنا بالنسبه لنا قصير، بس بعالم البيكس ايش يعتبر؟ كبير. هائل. ممكن يكون 1000 ستيب اعمل فيه، مش هيك؟ 1000 شغله، ممكن 1000 كوماند اعمل. خلال ال1 ملي سكند هاي شو راح نعمل؟ راح نشغله مثلا لفتره 1 مايكرو سكند ونطفيه لفتره 3 مايكرو سكند. نشغله ل1 مايكرو سكند ونطفيه. طب انا بقدر اشغله هذا على 1 مايكرو سكند واطفيه 3 مايكرو سكند؟ هل الريسبونس تبعه سريع للدرجه هاي؟ الالكترونيك سويتش، لانه الكترونيك سويتش مش ميكانيكال سويتش. ها المايكرو يعني طبعا بيعتمد على الداتا شيت، بدي اطلع على الداتا شيت، بس المفروض اذا كانه سريع كفايه يقدر يعمل سويتشينج اون اوف بالسرعات هاي اللي موجوده هون. اذا انا بصير اعمل له بالديوتي سايكل سويتشينج اون واوف اون واوف، ايش راح يصير بالكرنت اللي بمر في هذا الكويل؟ بصير يعطيني يعمل انكريس وديكريس انكريس وديكريس، بس الافرج تبع الكرنت اللي مار كاني حطيت عليه نص الفولت مثلا او ربع الفولت حسب الديوتي سايكل. اوكي، مرت عليكم فكرة Pulse Width Modulation؟ وين مرت؟ في Embedded؟ في Embedded وبال Power Electronics. أوكي، إذن فكرة Pulse Width Modulation أنا ممكن أمرر Current أقل أو أكثر في هذا عشان أعمل المايكرو سويتشنج اللي كنا نحكي عنه. فوقتها ما بيكون عندي هذا السيكونس بشكل واضح، بده يصير يتغير عندي السيكونس وبدي أشتغل بطريقة مختلفة من هون، بحيث أنه يصير عندي هذا الكويل نص مثلا نص أون، أو هذا ثلاث أرباع وهذا ربع، هذا مثلا ثلث وهذا ثلثين، فعمالي بعمل المايكرو ستيبنج بحيث هو بيبدا يتحرك بين المكانين هذول اللي انا بحاول احركهم. اوكي ماشي، وقف الهاتف ماشي. في اسئله هاي؟ واضح يا احمد؟ احمد مولود.